مساء الخير فردوس. مساء النور. مساء الخير. مرحبا بك معنا في الطولك بالمغربي. الله يبارك فيك. برنامج اللي غادي نتكلموا فيه فن ونتكلموا على حياتنا كيفاش كنعيشوها وسط المجتمع ديالنا اللي هو المجتمع المغربي بطبيعة الحال. نبداو بالسيره الذاتيه ديالك هي الاولانيه. مواليد 20 يوليوز اش من سنه؟ سنه. لا يمكننا نبداو بهذا اول سؤال. واش واش مازال عندنا هذه العقده ديال ان المراه ما خصهاش تتكلم على السن ديالها ولا ما كتبغيش تعطي السن ديالها؟ نو سي با كيستيون انها عقده، وانما كاين مجموعه ديال الناس كيسولوني على شحال في عمري، ملي تنقول لهم يعني دوفيني عطوني شي سن خمن ما تا يعطيونيش لاج ديالي، دونك ديكو باش ما بور نو با لي ديسيفوار بقات هكذا. خليوها بحال ما نقول لك خاطر اخرى. ماشي عقده، ماشي بالعكس. مكناسيه؟ اين بلاصه في مكناس؟ لا فيل نوفيل. لا فيل نوفيل الحمريه. وي. شنو هي الحاجه اللي ملي كتفكري مدينه مكناس كتبتسمي ولا كتضحكي ولا كتفرحي وكتحسي بداك الشوق ديالك مدينه مكناس؟ عيساوة، زيت الزيتون، العائله، المدرسه ديالي الكونسيرفاتوار، هذه كلها ذكريات يعني كتخليني انا سي لا نوستالجي ديال الطفوله. وما دمنا كنتكلموا جوستوم على الذكريات، شنو هي الحاجه اللي في الماضي ديالك توحشتيها؟ يمكن الجو ديال المدرسه، يعني الحفلات المدرسيه، الجلسه مع العائله بزاف، هذه من الاشياء اللي مع كامل الاسف بقينا كنفقدوها، رغم انه يعني الوقت كاين سي فغي باش كنقضي، ولكن يمكن حتى نعاود نشوف الاساتذه ديالي، نعاود نشوف الاستاذ ديالي مولاي ادريس الوزني اللي كنحييه، اللي على يدو تربيت وتعلمت شحال من اغنيه واغنيه. فين غابره فردوس اعلاميا؟ علاش ما كنشوفوكش بزاف في القنوات المغربيه؟ كنهضر بعدا هي الاولانيه، عاد كنشوفو العربيه من بعد. غابره؟ هو ما غابراش، وانما يعني لابسونس ديالي والسيفولي يعني واحد الحاجه اللي انت بغيتيها انك يكون عندك حضور اعلامي قليل ولا يعني ماشي سيفولي، يمكن المسائل هكذا انطلقت، لانه بالنسبه ليا الانسان اللي كيكون خصو يخرج شي حاجه غير باش تسمى انه موجود ماشي من المنطلق ديالي وماشي من المبادئ ديالي، وانما الغياب ديالي عنده تبرير هو انا استفدت وتعلمت بزاف ديال المسائل. اولا كملت الدراسه ديالي، ثانيا يعني ملي قلت تعلمت هو انني بديت كنكتب، بديت كنلحن، يعني لقيت نفسي في واحد القالب اخر اللي ادارات الاعمال ديالي ساندتني باش انني ناخذ هاد التجربه وانني نقوم كذلك، حتى انا نفرغ كل مشاعر او كل افكار سواء المواضيع اجتماعيه او فنيه اللي بغيت نتطرق ليها. فبالعكس هذا ماشي ابسونس انني مربعه يدي، وانما عندي بزاف ديال الاعمال الحمد لله اللي غادي تصدر، واللي منها البوم جديد مراحل اللي من دعم وزاره الثقافه، وهم مشكورين على انهم يعني دعموا وثقوا في القدرات ديالي، وكنقوم بحملات حفلات عفوا خارج المغرب. رجعوا واحد شويه للبدايات ديالك، اول مره غنيتي في حياتك فين امتى وكيفاش؟ اول مره سيتي في المدرسه. دونك سيتي في شحال كان في عمرك تقريبا؟ اللي تكون عندي شي ست سنين. اول مره عفوا سيتي في واحد التكريم ديال الفيلم ديال الطفوله المغتصبه الحكيم نوري. وكنت قمت بأداء أغنية لسه فاكر، وطبعا من تما كانت البداية، ولكن اون باراليل يعني في نفس السنة كان عندي في المدرسة يعني مع الحفلات ديال نهاية الموسم الدراسي، وكنت كيف ما أي طفل عنده شغف أنه يطلع شخصين وأنا حتى هو يعطي. أول واحد ثق فيك من يسمع كتغني وقال هاد السيدة هذه عندها موهبة وخصني ولا بد نزيد بها القدام، واللي يمكن لك تقول اليوم شكرا من خلال برنامج طولك بالمغربي. كيف ما قلت الأساتذة ديالي. شكون فيهم؟ كان عندي أستاذ من باغي تقولي شكرا اليوم؟ شكرا نقول بزاف ديال الناس. في البدايات ديالك؟ في البدايات ديالي الأستاذ ديالي كان عندي أستاذ ديال اللغة العربية أستاذ الحلو، الاستاذ مولاي ادريس الوزاني، وكذلك الاخ ديالي الاكبر اللي حتى هو دفعني شارك انني نغني، ولي بارون بيان سور. على سولتك هذا السؤال هذا لانه في الميدان الفني لسوء الحظ وماشي الفني حتى في الاعلامي عندنا وفي جميع الميادين بعض المرات ما كنلقاوش هذه ثقافه الاعتراف في نظرك، علاش ما كنبغيوش نقولوا شكرا؟ علاش ملي كتكون شي حاجه زوينه ما كنسطروش عليها بالسيل الاحمر ودائما كنسطروا فقط على الاخطاء ديالنا؟
علاش لي ما غاديش نقولوا شكرا؟ اولا شكرا هي بالعكس هي تشجيع وتحفيز انك تساند واحد الانسان، لان شكرا هي كلمه يمكن لها ترجع بالايجابي على الشخص الاخر، ولكن تدخل اعتراف بالجميل، اعتراف بالجميل لمن؟ يعني حتى في الميدان الفني على من غادي نتكلموا؟ على الناس اللي معاك، لانه بعض المرات كيكون هي لو ستاف ديالنا او الناس اللي واثقين فينا، كيف ما قلتي اساتذه ديالك ولا اخ ديالك ولا هذا، ولكن كنتناساو اننا شكرا بارك الله فيك. الحمد لله انطلق من المبدا يعني الشخصي ديالي هو انه وكنظن يعني تكريم يمكن يهضر عليا احسن، لانه انا ما غاديش نتكلم على سلوي. على نفسي مساء النور كريم سلوي تاع الحاليه اللي رافقنا اليوم في البيانو من خلال برنامج التولك بالمغربي دائما على شاده تي في. شنو كتعرف على الفنانه الجميله اللي غابره علينا بزاف، اللي حرم انا من الصوت ديالها وحرم انا بزاف انا كنت قلتها لك في الكواليس وعندي عليك هذه المؤاخذه، سيكو فريمون حرم انا من الصوت ديالك. اولا بغيت نقول لك تحيه على هذا البرنامج وعلى هذا الجو اللي وفرتيه، يعني كينعكس فيه الروح الفنيه ديالك يعني واضحه في هذا. نتمنوا اننا نكونوا ستيل ديال البرنامج. اولا الفنانه بطبيعه الحال اللي كيشرفونا هنا داخل البلاطو التركي بالمغربي، وكذلك مشاهدي ومشاهدات شاده تي في اللي هي كذلك شرف ان نلتحق بفريق العمل. دونك نرجعوا للفردوس. بالنسبه للفردوس يعني نقدر نقول لك حنا يعني الموسيقيين او الناس الهاويين ديال الموسيقى عندنا واحد امتيازات كبيره بالنسبه للناس اخرين. يعني يمكننا نسمعوا واحد الموسيقى اكثر هي اللي كانت في المستوى، يمكننا نسمعوا واحد التفاصيل يكون واحد الحس فني، واحد الحس فني اللي غادي تهزنا وكنشعروا بواحد يعني واحد الشعور اللي يمكن لواحد واحد اخر تقول له كي جاك هذا زيبا لا فلوس لا فلوس هذه اللي سمعتيها داخل يقول لك ما بيهاش، ولا يقدر يقول لك حنا راه ديت فلوس وحنا راه هزاتنا ودارت فينا واحد التاثير ما يتصورش على البال. يعني هادو مسائل اللي كيحركونا اكثر، يعني اكثر من استراتيجي ديال دو كارير. يعني الفن كيجرنا بواحد مجموعين من اجل الفن، فوالا من اجل هذا هو المحرك ديالنا، يعني اكثر من يعني استراتيجي دو ماركتينغ ولا بيع وشراء. لا فوالا، يعني كاين الفنان وكاين المنشط. وي كاين الفنان اللي غيحط دمه وجوفه وعرقه ووقته واحساسه كيف ما قال كريم في واحد العمل، وكاين اللي غادي يقوم بعمل غير باش يقول لك لا هادشي اللي بغى المستمع يسمع، الوغ كو المستمع ما كاينش مستمع واحد. يعني حنايا كاملين مجموعين، تغيعجبك واحد اللون هو غيعجبو لون اخر، انا غيعجبني لون اخر، دونك ما عندناش جمهور واحد، عندنا جمهور اللي تبارك الله. واليوم كنظن ان الجمهور المغربي واحد شويه تحش الفن الكلاسيكي والكلمات زويونه ونقيه. انا الهدف ديالي هو ان منين غادي ندير عمل غيتنفع به المجتمع العام وغادي نتنفع به، خصني انا نكون راضيه عليه بعدا، لان هذا العمل تيمثلني الصوره ديالك، تيمثل الصوره ديالي. الى مت غادي نخلي واحد العمل اللي يمكن نتمنى نترحم عليه، ولو أن سواء المواضيع الاجتماعيه او العاطفيه، يعني ماشي غير الاجتماعي، ماشي نقولوا للانسان يهضر عليه، لان حتى العاطفي فيه مواضيع اللي يمكننا نتطرقوا لها واللي يمكن حتى المستمع يستفيد منها لغويا كذلك حتى فكريا. جاي اغنيه وعرفنا كانك بطبيعه الحال معروف عليك الاعمال الكلاسيكيه بزاف، ام كلثوم اسمهان. اليوم احنا في طولك بالمغربي وما كرهتش انك تعطينا ولو مقطع صغير لانه تكلمنا عليها في الكواليس ديال الفنانه اللي توحشناها بزاف اللي غادرت طواعيه الميدان الفني واللي هي عزيزه جلال بطبيعه الحال، شكون اللي ما كيعقلش على عزيزه جلال؟ اكيد سيدي كريم وبنت مدينتي. مستنياك اون بلوس مستنياك مقطع مستنياك يعني غندير واحد المقطع قد يقطع واحد شويه بيانو، ولكن فقط نذكروا المشاهدين ديال شاده الاغنيه المغربيه دائما او العربيه على العموم كتلعب كيف ما كيقولوا المغاربه بالربع او بالكار دو طون، وصعيب انك تعزفها بالبيانو. متواجدش انا في البيانو بيان سور، دونك يعني غنختاروا واحد المقطع اللي ما فيهش الكار دو طون واللي كاين في وسط الكار دو طون تورني هاد ديفيكولتي ديال نلعبوا مع كاش كاش. وتحيه لك تفضل. Thank you.
هناك للدرجة دي تغيب عليا ويهون عليك دمعة عيني ويهون هواك خايفة القاسية تاخد شوية من شوقي ليك اسأل عليا وانت كبيره ديالنا عز الجلال. نتمنى انها تكون كتابع برنامج الطب المغربي دائما على شاهد تي في. نمشي معك فردوس لواحد لانه اليوم طايح الحال ما كنصاوبش فقط فردوس الفنانه بل فردوس الانسانه كذلك ونهضروا واحد شويه شنو اللي كنعيشوا في مجتمعاتنا. كيف دايره صداقات فردوس الحسن الثاني الله يرحمه كان ديما كيقول واحد الجمله اللي جميله جدا ان هوم كي نا با دامي لي با ان هوم الشخص اللي ما عندوش اصدقاء ماشي شخص. كيف دايره صداقاتك فردوس؟ الحمد لله وكنظن انا يعني من جهتي اللهم لك الحمد عندي صداقات لا لانه عندي صداقات ديال يعني من الطفوله صديقات ديالي اللي مازال لحد الان كنشوفو كنتعاودو بيان سور يعني بالنسبه لي ما عنديش هذا المشكل اكيد انه بون ما كاينش صداقاتك ما عنديش اصدقاء بزاف ولكن كاين صديقه اللي كتكون متقرب ليها اكثر اكيد هذه كتكون الحمد لله رغم انها الاعمال كل انسان عنده مداهي ديالو ولكن صديقه صديقه كومون ديك يا كيت النافير مثلا كان صديق ولا كان صديقه في واحد الوقت وقعات شي حاجه لا الحمد لله جاني سو بروبليم الحمد لله الحمد لله نمشيو نتكلموا ما دمنا تكلمنا انا في طايت الحال كتربينا كلثوم اسمهان شنو نقترحوا على مشاهدي شاهده وطولك بالمغربي نديروا بما ان قلنا ان البيانو يعني صعب من الصعب انك تلقى اغاني اللي تقدر تكون ترافق البيانو فقلنا اختارينا انا وكريم نديروا انت عمري رغم انها فيها واحد المقطع فيه الكار دو طون ولكن فيها شي مقلب فيه الكار دو طون كنذكر فقط طايت حالنا الكلمات ديال احمد شفيق كامل والالحان الحان محمد عبد الوهاب ديال محمد عبد الوهاب ولا تفي الدنيا غير
كتحرمونا من فن بحال ما هكا؟ واش خلاوها كيخلاوها خوتنا المصريين فهاد الزمن الاخبار؟ واش مابقاش بلاصه الكلاسيكي عندنا زعما؟ كاين بيان سور كاين، يعني الدليل هو انا حفلات خاصه ولا نمشيو باش؟ لا ماشي حفلات خاصه، يعني انا ما كنديرش حفلات خاصه. أوكي. اولا مهرجانات مهرجانات حفلات، يعني كندير حفلات في المسرح. هذه هي اللي كنظن انا اي فنان غيشاركني نفس الفكره، هو ان انا شخصيا ما كنرتاح الا ملي كنكون على خشبه المسرح، لانها كتشارك الناس معاهم كيف ما دابا كتشارك احاسيس، كتشارك الفكره ديالك، كتشارك حبك لهذا الفن. كيف ما قلت لك، يعني هذا الشيء ما كنديروش غير متطفلة على الغناء، لا، لأنه كنعشق الفن، كنحترم الفن، وكنظن على أن عندي واحد الرسالة، ربي ما عطاني هذه الموهبة إلا وغادي نتحاسب عليها، فمن هدفي أو من الواجب أنني نقوم بواحد العمل اللي كيرضيني. وكذلك يعني إحنا ما جالسينش، بالعكس عندي مجموعة ديال الأعمال اللي كنشتغل عليها، كنشتغل بكل هدوء بكل وبصدق وبصدق وبصدق. وتبقاتي نحيي كريم سلاوي، تبارك عليك، قلتي أنه الكار دو طون يعني كيد صافي تلايك خازيت، يعني اغنيه فيها ربع المقام خص تتعامل مع واحد شويه ديال الحيله، زعما برافو عليك، كونتور جازي كونتور. هو الهدف ماشي انني نتطفل على، كيف ما كنقول دائما في لقاءاتي، وانني نرد واحد التكريم لهاد الفنانين اللي تعلمت منهم الكثير ومازال تنتعلم منهم، ونبغي غير نقرب شيئا ما لا جينيراسيون ديالي او الشباب او الناس اللي ما عمروش ما سمعوش لهاد الاغاني انهم فوالا يتطلعوا عليها بهذا الشكل. نمشيو من الفن ونمشيو لحياتك الشخصيه وكمغربيه، انا غادي غادي غادي, غادي سولك كمغربيه، واش ما كتحسيش بعض المرات انه، وشفنا مؤخرا واحد الفيديو اللي تم تداول ديالو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيه واحد الفنان كوميدي مصري احمد بيدير اللي عاود عاوتاني كان عزفوا عاوتاني على نفس الوتره ديال ان المغربيات ولا ان المغرب فيه بزاف ديال السحر، بزاف ديال الشعوذه. شفنا كيفاش قال احدى المضيفات جاب ليه كاس ديال الماء، قال لها واش دايره ليا فيه شي حاجه ولا هذا. انت كمغربيه كي كتحسي ملي كتسمعي فنانه بحال ما شكل او لا اعلاميا، وهذا ماشي اول تصريح سبقوه تبارك الله واحدين اخرين، انت كمغربيه كي كتحسي براسك ملي كتسمعي هذه الهضره في الراس؟ اولا انا يعني جيتي شوكي انني دابا تنسمع هذا الخبر. علاش؟ لانه فنانه وانسان من هذا المستوى انه ينزل لهذا المستوى. وكنظن على اننا حنا في واحد البرنامج اللي يعني حشومه اننا وعيب وعار نعطيو اهميه. لا ولكن هذه ماشي قضيه تعطي اهميه في الدوس، هي قضيه انه دائما المغربيات والمغرب كيتم التهجم عليه بهذه الطريقه ولا الهجوم عليه بهذه الطريقه هذه. علاش؟ واش حنايا فعلا في مجتمعاتنا عندنا هذا الشيء وخصنا نقولوا انه راه عندنا هذا الشيء في المجتمع ديالنا، او لا انه فقط
فوالا اللي جا زعما وقال سميتو كيقول راه نشد في المغرب. السحر او الشعوذه يعني هذه مسائل نقولوا الا كان الانسان غيامن بها، هو الانسان اللي كيكون تايق وعنده واحد الاراده وعنده كذلك واحد الثقه في الله، غاديش يدخل ديجا في النفسانيه ديالو انه غادي يامن بهاد المسائل، لانه الانسان ما كيكون الا ما اراد الله. يعني واخا تنطبق السما مع الارض، الا مكتب لك شي حاجه راه مكتب لك. مثلا اي واحد عنده مرض غيمشي للطبيب، الطبيب غادي يقول لي يمكن داوي لك، الا بغا يضرب بيديه عنده غيديه عنده. هذه متفقين عليها. دونك يعني هاد المساله ديال هاد الظاهره، هاد الظاهره، هاد الانسان اللي هبط لهذا المستوى وقال هاد الشيء، المغرب كبير عليه يعني باش انه المجتمع المغربي انه يتاثر بهذه المقولات. وكنظن على انه ان الاول باش اننا هذه المسائل التافهه ما نبقاوش نعطيوها وقت كثير ونظريه كثيره، واننا نسلطوا الاضواء على مسائل بحال هذه. كنظن انه الانسان اللي تايق في نفسه وتايق في راسه داير ايمانه بالله ما غاديش يدخل في راسه، لانه انسان ضعيف الشخصيه اكيد غيامن بها. ويمكن هذا الانسان، هذا الممثل، انا ما نقولش اسمه، انا دابا الثقافات ديالنا عربيه او كذلك اسلاميه، هذا الشيء كاينين بعض الناس وكيقولوا انه السحر بطبيعه الحال مذكور في القران، ولكن اشنو كتشرك بالله؟ كتشرك بالله يعني القوه الربانيه غادي ترد انه هاد المساله صافي، سيدي ربي ما كاينش، سيدي ربي ما كيرحمش، سيدي ربي ما كييسرش، سيدي ربي ما كيوقفش معاك، سيدي ربي ما دونك هذا شرك بالله. ديجا باش انك تعطي واحد الثقه وتقول الان هاد الناس معروفين، حشومه، عيب وعار. دونك جواب ديالك يعني واحد الحال من خلال الطرق بالمغربيه، وانها يعني الاشياء العرب تاع الحال انه حشومه. وي كريم انا حشومه، انا نبداو نتكلموا في هاد وتخلي القوه الربانيه يعني بحال تدير ليها شك. يعني كاين بزاف الناس اللي عندهم واحد سوء النيه بحال السيد هذا، اللي كيعرفوا يشوفوا غير السيء، كيمشيو لشي مكان كيلتقطوا غير المسائل السيئه، وداك الشيء اللي زوين ما كيدويوش ما كيذكروش. الوغ كيمشي يمكن كان عاش شي ظرف، شاف شي لقطه ماشي هي هذيك، كيمشي كيعود انه المغرب، كيقول لك المغرب فيه غير هادشي. المجتمعات ماشي فقط في المجتمعات العربيه، اكيد، ولكن حنا كانسان مسلم ما غاديش تخلي هاد الافكار تدخل لك يعني حتى في الوسط العائلي ديالك. واخا في الدرس والعين، كتامني بالعين؟ كيف ما قلت لك، كيقول لك العين وحق والسحر واخا انا نجاوبك. الا بغا سيدي ربي اي حاجه توصلك بنادم كيقوس الانسان اللي كيكون لا لا الانسان بالعكس، انا تناخذها من مبدا الاختبار هو انه ابتلاء من عند سيدي ربي. اي حاجه غادي تبغي توصل لك سيدي ربي يمكن له يدير لك بها كابتلاء، او انه يقدر يحافظك منها. الا كان ايمانك بالله قوي ما يمكنش ان تخلي نفسك تغلب عليك، وانها لان النفس اماره بالسوء، فلذلك شويه ديال ذكر الله في القلب راه شويه تيطهر القلب. بدون ذكر اسماء بطبيعه الحال، واش عمر كان شي واحد في لونتوغاج ديال فردوس ولا شي وحده اللي حاول او حاولت انها تاذيك؟ ما تنظنش. ما فرصيش الحمد لله جو يعني تنحترم نفسي، فما تنخليش لان الانسان الاخر انه يأذيني، او اللي غادي نحس به غادي يمشي اكثر من او يتخطى الحدود ما تنكملش. فردوس كتبقى هازه في قلبها ولا كدوز؟ تنتعلم من مسائل، اكيد انها تيبقى فيك واحد شويش ديال الحال تتقول، ولكن هي درس بالعكس. في كل مرحله تقول بالعكس هذا ربي، سيدي ربي عطاني واحد الدرس في الحياه انني نتعلم منه، انه صافي تعشيا يعني كل نهار تتعيش تجارب وتتعيش دروس، تتكون تتحلم شي حاجه ما تتوقعش، تبغي دير شي حاجه ما تتيسرش، ما عندكش فيها، تتبغي تتلاقى مع شي انسان يعني كل مسيرين ماشي كتامني بهذه المساله ديال المسيرين ماشي مخيرين؟ كنامن بها، ولكن تنقول على اننا مسؤولين كذلك على اختياراتنا ومسؤولين على ماشي كيبان لك انه في اشياء رحنا مسيرين، ولكن اشياء اخرى الاختيار كيبقى ديالنا؟ اكيد بيان سور، لانه كاين مسائل اللي الانسان ربي كيقول لك هل اللي عليك راه باين، وكيبقى ان الانسان خصو كذلك المبادئ ديالو والاخلاق، وهذه مسائل خصها تبقى عندنا وهذه مسؤولين عليها. وي طبعا متسامحه في الطبع ديالك؟ كان
وي كنظن ولا لا لا متسامحه زعما اش غادي نربح من شي الحاجه اللي ما يمكنش غير الانسان ما يطلعش فوق فوق يعني ما يتعداش كيف ما قلت الحدود الا غادي الكرامه ديال 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 الفرد ما يقش الكرامه ديالي ما يقش المبادئ ديالي يعني عندي مبادئ متشبته بها بزاف اي فوالا ما غاديش نرضي انسان اخر باش انني نتسمى ظريفه ولا لانه كاين واحد الفرق بين الانسان ظريف تيقول لك مسكين ظريف هذا هو الوغ كو نو الظرافات شكل والحق شكل وكاين عاوتاني كيشوفك مثلا انك تكون مسالم وظريف وداخل سوق راسك وهذا هو سبحان الله العظيم ما كيبغي يزيد مازال يحكر عليك لا هذيك وهذيك كتبهدل براسك يعني ما تحترمش نفسك كيف ما قلت لك خصني نحترم نفسي ونعرف شنو اللي ما باغيش يضرني تنديرو اللي حق عليه حق يمكن يقولوا حاس هذا الانسان براسو ولا ما تنتفاهموش ولا صارم ولا نو واللي حق حق واللي كنظن ومشي معكم فاصل على شادة تي في وطولك بالمغربي راجعين ورجعنا معكم دائما مشاهدي شادة تي في وبرنامجكم الأسبوعي طولك بالمغربي دائما ضيفة ديالنا هي الفنانة المتألقة والصوت الجميل فردوس بارك الله فيك نكملوا الحوار ديالنا بغيت نمشي معك شنو هي الأغنية هذه اللي ملي كتغنيها فردوس كتحس براسها أنها تكتبات وتلحنات ليها ما غاديش نمشي حتى للدرجة ديال تكتبات وتلحنات ليها وإنما منين بديت نحفظ الأغاني كاين بزاف العوامل اللي كيخليك انك تحبها اما الكلمه اما لا ميلودي تاعي يعني التلحين طريقه العزف فهذه كلها عوامل كتخليك انك تحب الاغاني جل الاغاني اللي غنيت لحد الان يعني اغاني اللي عشقتهم واللي تعلمت منهم ولكن كاين واحد المساله وما كاين واحد المواضيع اللي انا كنت باغي نغنيها هي اللي خلاني الشيء اللي خلاني انني بدات نكتب الاغاني ديالي واللي هي ولحنها مجموعة ديال المواضيع يعني كيف ما غادي نغني توتالا يعني على فراق على الموت موضوع الموت اللي منين كتيمشي لك انسان عزيز عليك ولا منين تتفرق يعني هذه مسائل اللي اكيد الموت علينا حق ولكن تيقول لك بكي عليا وانا حي ماشي حتى نموت ف هذه مجموعه من المواضيع كاين مواضيع كذلك اللي بالنسبه لاغنيه درتها مع الاستاذ حميد مخلوف واللي كنحييه اللي هو كتب اغاني هذه الاغنيه اللي هي لست معاق واللي كتحدث كذلك على المعاناه ديال المعاق الاجتماعيه وماشي معاناه لانه تيقول لك انا ما كنعانيش لانه انا عندي عقلي مازال تنفكر وانما يعني كاين مواضيع اللي خصنا اننا نتكلموا عليها نمشي معك لواحد الاغنيه اللي ما دمنا بطبيعه الحال في برنامج مغربي يمكنش ان الاغنيه الكلاسيكيه ما تكونش حاضره نمشيو الاغنيه اللي من كلمات فتح الله المغاري والحان عبد القادر الراشدي واللي ادتها بطريقتها وبروعه بطبيعه الحال سيده من سيدات الطرب انا بالنسبه لي المغربي واللي هي لطيفه رأفت مغياره كريم قولوا بسم الله خسارة خسارة
الكريم ولا بطاعة الحال الفردوس أغنية سفاي أغنية زونة بزاف ديال الفنانة المقتدرة المغربية لطيفة رأفت اللي كنحيوها من خلال برنامج طرق بالمغربي الغيرة وفردوس مغيارة في طبعك ما كنظنش مي ما غاديش نقول أنها الغيرة وإنما أنني تنحب أنها بالعكس تنحب لأنها إلا كنت عارفة شنو باغية وعارفة شنو اللي عليا ما غاديش نغير وإنما تنحس أنه لازم أنك تحب اللي الناس اللي عندك مهمين أنك تكون يعني حاضر وما ظنش أنني مغيرة باليوتو شنو الحاجة اللي ما عمرت تسمحي للراجل فيها لازم أنك تتكلموا على الغيرة ما غاديش ناخذ غير رجل ولكن غناخذ الانسان لا خلينا في الراجل هذيك سالم شي والانسان بصفه عامه في ما غاديش نعطي وجهه النظر لان الرجل هذاك كل واحد يعني وشخصيته انما اللي ما نقدرش انني هو قلة الاحترام وبيان سور اللي كيعطي الكلمه وما كيوفاش بها وكذلك عدم احترام الوقت فهذه مسائل وي دقيقه بالثانيه وي باسكو علاش لان الانسان ملي تعطي واحد الكلمه امانه وي ملي تعطي واحد الكلمه وتعطي واحد الموعد هو انك عندك واحد البرنامج خصوصا حاليا تنعيشوا في واحد لو ستريس وواحد ما كاين كما عندي اغنيه على جري عليا نجري عليك فما كتهضر تتطرق لهذا الجانب دونك كتبني واحد البرمجه ديال اليوم ديالك الى وقع بيان سور كل شيء بيد الله وإنما خصك دائما دير احتراما للآخر احتراما للآخر فمع كامل الأسف هذا الشيء ما عندنا شيء ولكن في المجتمع ديالنا دائما مثلا كنقولوا ثلاثة مشات ثلاثة وربع ثلاثة ونص لا ولا بين الربعة بين من بعد العصر من بعد صلاة العصر هذيك العصر واش هذيك حاجة أخرى ما دمنا كنتكلموا طيب الحال على الغيرة وعلى الحب في بعض الأحيان كتجيك فكرة مثلا أنك كتشوف شي عمل اللي هو متقول ومصوب وكتبغي تقول الانسان داك اللي مصوب هذاك العمل ان تبارك الله عليه كنحبك اولا بعض المرات كاع شي حاجه كي فريمون متقونه كتبغي تعنق الانسان وتاخذه في الاحضان ديالك لمن تبغي تقولي انت كنحبك على العمل ديالو مثلا فنان مغربي او العربي اللي بالنسبه لك انت كيتقن فريمون الخدمه ديالو كفنان هما كاين مجموعه ديال الفنانين اللي غادي نقول لهم تنتقن لمن غادي نقول يعني تنحبك سي مي بارون لانه هما اللي عطوني هذا عطوني الحياه و تعلمت منهم نتمنى كنت نحضر الوجه مي يعني العائله ديالي الناس اللي تيساندوني واللي تيشجعوني اللي تنبغي انني لان تنبغي نلح على واحد المساله هو انني انا فردوس ماشي بوحديتي يعني كاين كريم معايا كاين اداره اعمال كاين فرقه موسيقيه اللي من مورايا كاين الناس اللي كيشجعوني فهاد الناس نبغي نقول لهم على انني شكرا لان ربي دارهم في طريقي وانه لقيت معاهم راحتي وانني تنحس براسي كو جيفولو
اي سا سي تري امبورطون. كنظن انا حتى باش حضرتي هذا العمل وهذا البرنامج الا ما كانوش جنود الخفاء اللي كاينين ما يمكنش لهذا العمل يخرج للوجود. ف والفنانين كاين فنان اللي عطاو الكثير باغانيهم بانهم توقفوا في اغاني النضاليه في اغاني اللي كتجاوب واحد منهم يعني اغنيه ديال بالنسبه ليا المسيره الخضراء سي الاغنيه ديال الجيل باكمله ديال تاريخ المغرب. نرجعوا للحب ونرجعوا للفن. علاش الفنان المغربي في نظرك كيخبي الحب ديالو او لا قليل فين كيف كيهضر عليه؟ مع العلم انه تقدر تكون هذه كذلك من الرسائل ديال ديال ديال, ديال الفنان في المشوار ديالو. وجهه نظرك هذه بالنسبه لك يعني انا خصو الانسان خصو الفنان يهضر على على وين تقاسم الاحاسيس ديالك؟ انا ماشي من عليها انا ماشي من ماشي ماشي نو لانها تنظن على ان سي ان بوتي جاردان سكري اللي بالنسبه ليا كيمنحني واحد التوازن. هو انه كاين في الحياه ديال الانسان كاين جوج ديال الحياه، كاين الحياه العمليه كاين الحياه الفنيه. الا عطيتي الاكثر سواء يعني حتى العمليه الا عطيتي الاكثر تتخلي ان الحياه الشخصيه ديالك تتنضطر، والا عطيتي الاكثر في الحياه الشخصيه الحياه العمليه ديالك حتى هي يعني تيقل الميزان. فبالنسبه ليا كنبغي انه المسائل الخاصه بي خاصه بيا اللي تنشارك مع الجمهور. الجمهور هو أن يتعرف عليا فنيا يعني على شنو الوقت اللي كنقضي باش انا نخرج واحد العمل على الاجتهاد اللي كندير به اللي كيرضيني. اما المسائل الشخصيه جو بونس يعني الجمهور ما عندوش اولا عند الجمهور اللي كيبغي يعرف كل شيء. نو جو بونس با باسكو يعني شويش ديال الاحترام ما كاينش وي يعني نحترم نفسي باش الناس يحترموني على شنو بغيت انني نبلغ. صافي مبادئ ديالي. الو اشنو هي الرساله اللي باغا تبلغي من خلال اغنيتك عييت؟ لان هي اللي ندوزو دابا سمعنا بطريقه الحال بطريقه كلاسيكيه دابا ندوزو الاغاني ديالك كلماتك والحانك. شنو رسالتك من خلال هذه الاغنيه هذه؟ يعني هذه الاغنيه كتبتها لانها كنشوف انا والاصدقاء صديقات اللي معايا ومجموعه ديال الناس بعد المرات تقول عييت من الوضعيه، عييت من نفسي، عييت من والهدف الوحيد عندي من هذه الاغنيه هو انه كيف ما ذكرتي قبيله على قلت لك النفس والنفس اماره بالسوء. فاول واحد يمكننا نعياو منه هو النفس لان هي اللي كتخلينا اننا نديروا عمل مزيان او نديروا عمل خايب. ملي تنقولوا غلط يعني حتى في الاغنيه عندي كلمات انا ملي كنغلط كنشوف نظره عدياني ولكن راه ماشي الناس الاخرين اللي كيديروا لك الغلط، راه انت اللي كديروا. فدائما تنردوا اللوم للاخر، خصنا بعدا نتسائلوا مع نفسنا ونشوفوا حنا اللي عندنا الغلط لان حتى واحد ما يمكن له يدير لك الحاجه الا ما عطيتيهش الفرصه باش انه يتطفل عليك او انه يقل من احترامك. الى عييتي صافي ديك فردوس بيتيت ما صبرش بزاف دغيا كتعيط؟ لا ماشي انا قلت شخصيا هذه اغنيه اقتبستها يعني من تجارب ديال الناس اللي محيطين بك. ولا اكيد انها بعض المرات يعني تندير شي خدمه تنبغيها تخرج بواحد القالب خاص صبر بوكو دو باسيونس باش انه العمل يخرج. يعني هذا العمل كله اللي استمعنا ليها راه ماشي غير جات وخلاقت نو، خاص اغنيه تقبطها تلقى لها اللون ديالها الشكل ديالها. ماشي بحال اغاني فاست فود ديال دابا. كلمه كتستعمل بزاف عييت، ما اكثر الاسباب باش الواحد باش يقول عييت كتسمعوها بزاف. وكنظن جيسبيغ نتمنى ان هذه الاغنيه تكون واحد الحافز باش انا اي انسان يسمعها يقول وي عييت، يلوز يقول عييت ولكن يخاطب نفسه ان عييت من النفس ديالي اللي دائما هي اللي كتخليني انني نمشي لذاك النقطه. نعطيك مثال سي كوتا، انا واحد الساعه عييت وحبست كل شيء ورجعت بحالتي للور والحمد لله. نتمنى ان اول ظهور على شادي يكون موفق. دونك يعني درتي واحد اناليز بينك وبين نفسك كيف ما كنقولوا ويهضر معايا ونهضر معاه ويجاوبني ونسولو ولا هو يسولني وانا نجاوبو. واش مساله صحيه كنظن فردوس؟ لا ماشي طبيبه نفسانيه والا ما بالنسبه لي ضعيف انك تهضر مع راسك كدير شويه ديال كتغرب المسائل ديالك وعقلك وتتحيد اللي ما قابطش باش كتزيد للقدام. استمعوا لعيد يلا على بركه الله. خايفة تغرني ونتغار
خايفة من الدنيا، خايفة خايفة من نفسي من شرها، خايفة تغرني ونطغى ونقول الدنيا دايما عني. يا ربي نسلك طريقي ويجيني يوم يوم لهنا، عييت عييت من نفسي من هاد الحال، عييت عييت نكذب فين غادي بي الحال. كل غلطة يتحطم كياني ونشوف حالي في نظرة عدياني، العيب مني ماشي من غيري هو اللي خلاني صرف هاد الحال. عيني يا ربي نسلك طريقي ويجيني يوم يوم لهنا، غادي بيا الحال، عييت عييت من نفسي من هاد الحال، عييت 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 نكذب فين غادي بيا الحال. كلماتك والحانك لارونجمون تاع الحال ديال سي كريم على ما قالوا على ما قالوا. وهادي اول مره كنغنيها في بلاتو يعني، وهذا شرف لينا بطبيعه الحال وشرف المشاهدين ومشاهدات شاده تي في، ودائما من خلال برنامجكم الطول كبير المغربي كنحاولوا اننا نتقربوا اكثر للفنان وكيفاش كيعيش الحياه ديالو، الحياه ديال فردوس الخاصه هذه اولا بين بين قوسين. انا ميم الاغنيه ديال المغياره عدنا لها التوزيع وان شاء الله غادي لا لا سيدي كريم تبارك الله عليه. اذا فاش اتصلنا به في الاول قال لي سيدي رشيد انا بوكو بلوس ارونجور كو بيانيست، مي يعني كاين شويه التطفل على الاله من طرفي حتى اخويا هذا يعتبر كيبان لي انا تواضع اليوم كنعتذر الى شي حاجه تواضع منك خرجت بشي هذيك. فردوس في الحياه الخاصه ديالها هادئه ولا متوتره؟ يعني على حسب على حسب لا سيتوياسيون وعلى حسب ما في لي سيتوياسيون دو كريم يمكن يجاوب احسن مني، مي بالنسبه لك هادئه ولا متوتره؟ عاود السؤال الله يخليك. فردوس في الحياه الخاصه ديالها انت اللي كتعامل مع الطاقه الحال فنيا واش هادئه ولا لا؟ هادئه جدا يعني ما كديرش الطياره؟ لا يمكن هو يعني عنده واحد السيره فنيه ويعني كتلائم مع ذاك النفسيه ديالها مع الروح ديالها مع الروح ديالها. اشنو هو القرار اللي خديتي في حياتك الشخصيه وندمتي عليه؟ الحمد لله حتى شي قرار يعني الحمد لله اللهم لك الحمد جوسكا بريزون لحد الان كل قرار داكشي علاش قلت لك كل قرار انا اللي مسؤوله عليه، فلما كنتاخذوه خصني انني نكون مسؤوله عليه. حتى واحد ما كيدخل في القرارات ديالك؟ با دو تو يعني كان انا اذن صاغيه يعني بيان سور خصني نتشاور مع ناس اللي عندهم خبره اللي عندهم مع كريم تنتشاور معاه تنعطيه الفكره ديالي، من بعد كيقدر يقنعني يقول لي لا غادي نشوفها هكذا، فاكيد انه يد الله مع الجماعه وهذا هو المنطلق ديالي هو انني دائما تنستشر اولا وعاد ديك الساعات كنعطي الفكره ديالي الا لقيت الا تقنعت بالافكار والاراء الاخرى بيان سور. الفنان مختلف واحد شويه على على, على الانسان العادي، وكنقولوا انه واحد شويه اناني او لا عنده ديك عزه النفس انانيه شويه.
ما نظنش انني نكون انانيه، لانه كنبغي انه الا كنت انانيه اش غادي نقضي انني نكون انانيه، الوغ كو انا كنبغي انني نشارك الناس الفرحه ديالهم، نشارك الناس المشاعر ديالهم، نكون سيرفيابل الى الانسان عنده اي حاجه يمكن لي انني نرجع عليها ترجع ليه بالمنفعه. فهذه من بالعكس كنظن انها اي انسان خصو يكون يعني في هذا الطريق. شو تكلموا على العائله الكبيره ديالك حاضرين في حياتك الفنيه والخاصه كذلك؟ بيان سور حاضرين اون ميم طون، مي بون يعني كاين واحد جوج ديال المسائل، وانا بعض المرات العائله تقدر تقول لك وي سي تري بيان مزيان بالنسبه ليهم دائما زوينه دائما، ولكن انا جيم بيان كونت ليا واحد نظره ديال التعليق والنقد البناء. فهذا بالنسبه ليا كنظن ان حتى الناس اللي محاطين بيا كيعطيني يعني سواء لا هذه ماشي هكذا هذه خصها تكون هكذا، وحتى انا كنربي نفسي على انني جمعهم دائما توجور اون كيستيون، لان الى 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 ما سالتيش مع نفسك اشنو اللي كاين اشنو اللي ما كاينش فما يمكنلكش تزيد. ماشي دائما كنا زوينين وماشي دائما كنا لافيون روز وماشي دائما الدنيا فيها دي با، وهذا الشيء اللي كنصدر بيه هذا الشيء كله راه نعمه ان تي لينا ملي كتوصل لحاجه كتحس بالطعم ديالها. شنو هي الحاجه اللي ما يمكنلكش وما يمكنش الفردوس ان تسمح لشي حد انه يتدخل فيها؟ حياتي الشخصيه بلا شك، هذه العائله الاصدقاء هذه حياتي الشخصيه، لانها انا اللي لاقيه راحتي فين لاقياها، ما يمكنش الانسان اخر انه يتدخل لي في حياتي. ونمشي معك واحد الموضوع لانه ما كنهضروش عليه بزاف وسط المجتمعات ديالنا، ماشي جميع المجتمعات العربيه ولكن الاغلبيه ديالها، وكيهضروا عليه في المجتمع الاماراتي، هو الزواج ما بين افراد العائله. كنشوفوا بعض المرات كينتج من هذا الزواج، بعض المرات كتلقى اطفال كيتصابوا باعاقه، كاين بزاف ديال الناس ما كيديوهاش هذه المساله هذه، اللي كيتزوج بنت عمته اللي كيتزوج سميتو. في الامارات مثلا كنشوفوا انه ملزمين على اي مواطن ومواطنه بغاو يتزوجوا من افراد العائله انهم يقوموا بواحد تحليلات باش ما كيكونش يكون تماك نسبه خطا ولا شي حاجه، لانه علميا اليوم بقى يتحل يمكن نتفاداو هذا الشيء. علاش في نظرك هذا الشيء ما كتكلموش عليه في المجتمعات ديالنا وخصوصا في المجتمع المغربي ديالنا؟ لا انا كنظن يعني تنتكلموا عليه، جو بونس كو الناس اللي هي متقفه او هذا ولا دايره بحوث في هذه المساله عارفه بطبيعه الحال، ولكن المواطن البسيط اللي ما عندوش المعلومه يمكن لازم انه الدور ديال الاعلام انه يقوم بحملات وانه يقوم ببرامج تحسيسيه اللي كتعالج الجانب النفسي، يديروا حتى برامج كتناقش هذا الجانب. سي فري كسي ملاحظه يعني في محلها، لان كيف ما قلتي يمكن لها تنقد عائلات وتنقد اطفال من هذه المشاكل. وتكلمت على هذه المساله هذه لانه طلعت تكلمتي على الاغنيه ديال اللي صوبتي خصيصا المعاق. لست معاق من كلمات استاذ حامد المخلوف، سمعوا منها واخا واحد 30 ثانيه ما كانش في البروغرام. كريم كريم سمعوا منها مقطع صغير بدل ما نمشيو للاغنيه اللي جايه، وغادي وغادي نخليك ديك الساعه تعبري عاوتاني وتدخلي في الفن ديالك كيف ما انت بغيتي. اونيفا دونك نغنيها هكذا جوست اوكي سي كريم طيب الحال يبقى تاكومباني. في الحنان قوتي، في العطف بسمتي، في نور للأحداق أنا أتعلم أنا أتقدم، وغدي له إشراق أنا للعلا تواق. القضيه ديال المعاق تم واحد شويه ما عرفتش علاش في مجتمعاتنا بعض المرات ما كنبغيوش نسميو الاشياء بالمسميات ديالها. في الاول طيح الحال كنا كنقولوا معاق، من بعد ورجعنا كيتسموا ذوي الاحتياجات الخاصه.
علاش دائما عندنا الاختلاف مثلا باللغه الفرنسيه ملي كتقول واحد السيد اونديكابي راه اونديكابي وعنده مرض فوالا اكزاكتومون علاش حنا دائما عزيز عندنا نبداو نزوقوا في السميات وبداو نبغيو الاعاقه ماشي عيب اكيد بطبيعه الحال اكيد لان يعني بهذه الاغنيه شاركت في مجموعه من المهرجانات وهذه الاغنيه دازت كذلك في مهرجان كان في الافتتاح ديال مهرجان كان في فرنسا ماشي باش كنشوف كلين خلا انا ما ندوش طورك ديال المغرب ميرسي بوكو واللي نبغي نضيف هو ان الكليب ديال هذه الاغنيه يعني من قبل ما ندير هذه الاغنيه كان حلمي هو انني ندير لغه للإشارة في الكليب ديالي في الأغاني ديالي ومن حسن الصدف هو أنه جات هذه الأغنية فقلت علاش لي ما نديروهاش كان تجاوب كبير من عند أكيد كان تجاوب كبير وكان بغي نشكر غير مدام زبير اللي هي اللي قامت يعني في الفيديو كان حاضرة لغة الإشارة في الكليب لتحت ولما أديتها في المهرجان ديال أندي فيلم لأنه هو كانت الأغنية ديالو اش غنقول لك يعني حتى دوك الناس دوك الاطفال هما عفويين فجاو عنقوني ايسا يعني سما في بليزير هو انا لقيت على ان الحمد لله توفقت فواحد لانه قال لك وصلتي تلقيت برسائل كثيره وتلقيت بدي ميساج اللي تيقول لك شكرا على انه قمتي بهذه الاغنيه انا ما تنقولوش شكروني وانما تنشكر الاستاذ حامد المخلوف وتشكر كذلك الظروف اللي خلات على ان هذه الاغنيه تخرج للوجود برافو عليك لانه كان عمل جيد جدا وكلمات ديالو جميله جدا فردوس مشاغبه في الفن ديالها اش تبغي تقول مشاغبه ملي كنشوف كانه مشيتي مشاحات عربيه والفادو اللي هو من التراث البرتغالي وتبارك الله مع الزكاري درتو واحد المزيج اللي هو اللي هو زوين كيتسمى الشغب فني الشغب على طريقه فردوس فهاد الاغنيه الفادو كيف ما قلتي هو من التراث هي من شكل موسيقى يعني ديال البرتغال اللي هو لا ميلانكولي يعني بالنسبه لهم سي دو فادو توجور يا دو لا ميلانكولي لا تريستيس شويه حزين فاش سمعتها قلت لازم خصني نسمعها لكريم ونشوفو كيسكون بو فير وجاتني ودني ديريكتومون لما بدا يتثنى الموشح فقلنا علاش لي ما نديروش هذا المزج بيناتهم لانه بالنسبه لنا الموسيقى ما عندهاش حدود ما عندهاش لغه لما تتخاطب الاخر بالاحساس فتتوصل هذا هو المنطلق كان ديالنا بدينا فيها وتيسرات الامور سمعوها المشاهدين طولك بالمغربي دائما على شدة الاغنيه كتحمل عنوان لوكورا اكزاكتومون الموشح بطبيعه الحال اللي هي من اغنيه يعني من داتها اغنيه برتغاليه واللي كتحاول من خلالها انها تعطي تكريم للي بويت الشعراء ديال الفادو كاملين وتدخلهم على انه الفادو هو الجذر ديالنا هو الاساس ديالنا فخصنا نتشبتوا به بسم الله انت
لما بدا يتثنى سيدي كريم يبارك فيك فريمون نقول لكم واحد لي شرف انه انا كنعرفوا الاصدقاء ديالي وحتى في الميدان الفني كاين كيعرف على هذه المساله سي البيانو عنده واحد المكانه كبيره في القلب ديالي سي فري سام تري تري بو ميلونج برافو برافو لي زامي اليوم ما تحتاجوا لا سومنيفير لا والو باش تكاو صراحه مع راسكم مازال مكملين طايح الحال برنامجكم طلق بالمغربي دائما على الشاده تي في ما تبعدوش بزاف باردون راجعين لكم ودائما معكم مشاهدينا مشاهدي الشاده تي في دائما بطاقه الحال خير برنامجكم طلق بالمغربي الضيفه ديالنا دائما الفنانه المتالقه والجميله جدا فردوس واللي كتمتعنا اليوم بهذا الصوت الجميل ديالها نمشيو ندخل معك لواحد الشق اللي هو حاضر بزاف وغزا بزاف الحياه ديالنا سي مواقع التواصل الاجتماعي كيف كتعامل فردوس مع هذه المواقع يعني كيف كنتعامل معها بحذر لان كنظن مواقع التواصل شنو هي مواقع التواصل هي وسيله للتواصل وانك تعطيني فكره نعطيك فكره تسد لي برايي نعطيك رايي وانه يكون مفيد ويرجع بالمنفعه كذلك لانه ديما كنقول احنا مختلفين ما عمرنا ما خصنا نجعلوا منا خلاف يعني هذا هو المنطلق فانا بالنسبه لي المواقع التواصل تنستعملها وتنحاول انني نشارك مع الناس ديالي المسائل الفنيه اللي تنقوم بها كواليس التورناج ديال البلاتو بحال هكا او كواليس كذلك في الاستوديو فهذا هو تعاملي مع مواقع التواصل كتجاوبي لي فانس ديالك تعليق كتقري تعليق طبعا احتراما واحد الانسان خدا واحد الوقت باش انه يكتب لك رساله وانه يعطي يدلي بالراي ديالو معلوم من الواجب عليا انني نجاوب كيبان لك انا اليوم العدد ديالي فولورز انه يمكن لي انه يصنع فنان ما يمكنش يصنع فنان لانه علاش لان حتى هذوك اللي المتتبعين اللي قلتي او الفولورز هما ناس يمكن لاي انسان يمكن له هذه ظاهره دائما معروفه يمشي يشري هذا المتتبعين فانا ما غاديش نمشي نشري روبو غادي يجي باش انا يتسمى عندي قده وقده من المتتبعين وهذا غير فقط واحد الجانب ديال الماركتينغ ناس يعني تري انتيليجون اللي
قاموا باستثمار هذه المساله لان هي علاش كانوا كيديروا هذه الاشهارات بالنسبه للشركات باش كيعرفوا بالمواد ديالهم بلي برودوي ديالهم. ولكن انا انسان غادي نمشي نشريه باش يبغيني، ما محتاجش انني نشريه باش يبغيني، غيبغيني كيف ما انا، غيبغيني كيف ما لانه قلب عليا، احترمني، عرف الشكل ديالي، عرف شنو شكون انا، فما غاديش نتلزم عليه. انا ضد هذه الفكره انني نتلزم على الانسان، كنبغي ان الانسان يعرفني شيكون اختيار، يبغيني يبغيني كيف ما كيف ما. ولكن اللي جا خصو يجي ويجيب ادب بطبيعه الحال. اكيد. ونقول لك اكثر من ذلك، يعني انا عندي مواقع، عندي موقع اخر، انا يعني من الهوبي ديالي او الهوايه ديالي الطبخ، لدرجه ان عندي ان بلوغ ديال الطبخ. هذه ما كانتش فراسي، هذه كانت هارو عليها هذه. عندي وما معروفش دونك تنشارك، عندي ان بلوغ وعندي كذلك في مواقع التواصل عندي طباخه ماهره. ما غاديش نقول طباخه ماهره، وانما عندي دونك سي متابعين دايق غادي نقول لك يعني تيعجبني المسائل، تعجبني لا باتيسري، تيعجبني الطبخ، تيعجبني الماكله، شي فري غوموند. مي كيف ما قلت لك عندي ان كونت وما كان ما معروفش عليه، فيعني الواحد خصو يفرق بين المسائل. مواقع التواصل الاجتماعي كذلك اللي ما فتحت الباب كيف ما كنقولها لمن هب ودب، اشباه اعلاميين، اشباه رجال الدين، محللين سياسيين، وهلو مجره يعني القذير غادي، وكل واحد كيلغي تعليقك على هذه الدائره. مع كامل الاسف هذا انترنت اي انسان يمكن لك، هو كيف ما قلت لك خاص الانسان ياخذ بحذر، وهذه مسائل ولات كتدخل البيوت ديال الناس، ويعني عندنا الناس عندهم اطفال، عندهم مسؤولين على انهم يراقبوا وليداتهم شنو كيشوفوا. واللي كيدير هاد الدعايات وهاد المسائل هو جوست انه باش يثير الانتباه، وباش انه يعني العالم مليء بالمشاكل اللي خصها يعني غير انها تطرح وانها تعالج، ماشي مسائل اللي كنقولوا فيك نيوز، يعني مسائل الاشاعات الخايبه. هذا انا مثلا عمرك تعرفتي الاشاعه؟ يعني با ما كونيسونس، ما عمري ما صارت لها، ولكن ما غاديش نعطي واحد الوقت لواحد المسائل اللي بالنسبه لي. لا ولكن بعض المرات مثلا كنشوفوا انها كتقيس مثلا حياه الفنان، شفنا وانا شحال مره قتلوا فنانه مساكن ومازال على قيد الحياه. انا وقعت لي شخصيا كذلك واحد النهار لقيت واحد البوست هادو، لان ناس كيستغلوا رحمه الله رشيد الادريسي، ما كنفهمش علاش هاد الناس كيتلاعبوا بهذه المساله هذه. هادو الناس ما عندهمش مبادئ، حنا كنرجعوا على المبادئ. كون كان احترام وعندك مبدا ما غاديش تمشي هادو ناس ما عندهمش شخصيه، دونك ما عندهمش واحد الشخصيه، واحد الخزانه ثقافيه اللي غادي يقدروا يهضروا عليها، دونك كيمشيو كيلقطوا غير اخبار من هنايا تفاهات. كنشوفوا كذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا المواقع الالكترونيه اليوم ولا الانترنت عامه، انه ولينا كنتعرفوا على شي حوايج اللي كانوا شحال هذيك كيكونوا خافين علينا، ولو كيبانوا شي ظواهر اغتصاب، هذا التحرش الجنسي. وكانوا بزاف ديال لي بوز في سنه 2018، اخبار اللي هي عقلنا عليها ومازال في الذاكره ديالنا. شنو هذا البوز اللي اثر فيك؟ انا كيف ما قلت لك هذا الشيء ديال المسائل ديال البوز والاخبار، مثلا اي خبر تيطلع لي عاجل فلان او فلانه او هذا كناخذهم تحيه للكوميديين كناخذهم بحذر، لانه افيك بريكوسيون، لانه بالنسبه لي ما غاديش يفيدنا، نضيع وقتي في شي حاجه اللي ما غاديش نستافد منها، ما عنديلاش. كيف ما قلت لك المشاكل المجتمع ناخذوا برامج اللي غادي تعالج المشكل بداته، اما باش انني اتقبط مثلا اي انسان، نقول لك سوء استعمال، علاش؟ يمكن لي نقبط حيوان او نقبط اي اوبجي او هذا وغادي ندير به البوز. اشني المنفعه؟ كاين واحد الفيديو شفتها يعني ديال واحد سيده عندها واحد القطه فيها مرض، واحد المرض اللي كيخلي ان لا لونغ ديالها كتكون هابطه، ولكن شكلها غير بحال نونورس، والناس تعاطفوا معها. الوغ شنو هي القيمه المضافه؟ يعني واش لقات علاج لهذا الحيوان؟ واش دونك لو باز زعما بالنسبه ليا ما عنده حتى شي، ولا الناس يعني ولا الناس كتعتمدوا على الربح، كتختلق وهذا ما عندوش كيما قلت لك، ما عندوش مبادئ، كلهم يخلقوا احداث غير باش يكون عندهم واحد الربح، يبيعوا ويشريوا، باش يبيعوا ويشريوا، حيت داخليا خاويين، حيت داخليا فردوس. مواقع التواصل الاجتماعي كتعطي الراي ديالك مثلا بخصوص عده مسائل اللي كنعيشوها، سواء سياسيه اجتماعيه وهذا، ولا
تحافظي بالراي ديال تحافظي بالراي ديالك. الراي ديالي اش غادي يضيف الاخر؟ كاين بزاف ديال الناس كيقول لك انا ما كرهناش ان اليوم الفنان حتى هو يكون واحد شويه اونجاجي في الحياه اليوميه ديال اونجاجي بطريقتي وغادي نبان بلا ما غادي نكون مع احتكاك مع الجانب الاخر انني نقوم ولكن يعني فعلا ماشي غير قولا نقوم نعمل ما نبقى غير نهضر باش نهضر بلاش ندير عمل لي يمكن نجاوب داك الشخص او نجاوب داك لاسوسياسيون او نجاوب يعني الانسان المعين ما غير باش نهضر بلاش. في البداية ديال الحوار ديالنا في طول كبير المغربي دائما على رشادات تكلمتي على الموت او الفراق حاضر في حياتك في الرأس؟ حاضر في حياة كل انسان كنظن لان الموت هو ما كنبغيش ندخل بزاف مسائل اللي هي شخصية. لا انا نقول لك علاش كتبتها لان صديقة ديالي كانت فقدت الاب ديالها وفقدته في واحد الظروف اللي خلاتني يعني كيف ما تنقولوا لها لا يوقف شي واحد على اي طبيب ولا على اي يعني سواء الصحه ديالك منين تكون عندك راه كنز هذه خصنا نحمدوا عليها الله. فلما فقدت الاب ديالها يعني بحال صرفقاتني يعني داك الساعات اللي تتكون يعني شيء ما كونط اوني جون واش تنقدروا نساو هذا الموت ونساو المسائل اللي ولكن الدنيا بعد المرات كتعاود ربي تعاود يرجعك تفكرك بمسائل. فقمت وكتبت هذه الاغنيه فراق الحبيب تنقول الى الى مات شي واحد عزيز عليك كيفاش غادي تقدر تواجه. اكيد ان الايمان بالله قوي ولكن تدعي لاي انسان تقول له غير الصبر. كاين اللي كيدعي القوه كيقول لك انا نقدر نصبر كاين اللي الهلا يمتحنا فوالا الهلا يمتحنا فراق الحبيب يلا كلمات والحان ديال فردوس طيب الحال لونجمو دائما ديال المتالق فريمون سان في بليزير كريم انك تكون معنا الليله على جزاف في طولك بالمغربي وانا فوالا نهدي واحد شويه ديال الفن اللي ما كنبغيش نقول الفن نظيف ولكن الفن اللي هو زوين ونتمنوا على الله اللي يحشيه بسم الله. ندعي لي برحمة كل يوم
جدا. شفتك بحال شدتك البكية في الفردوس. ان تي بو فيها شوية د ليموسيون لهالدرجة حنينة في الفردوس. وي نوف سي با غاف. هذا هو الفنان بطبيعه الحال. ولا ما حسيتيش انت بالعمل ديالك شكون اللي يحس به اكثر منك في الفردوس؟ الله يرحم جميع الاموات بطبيعه الحال. ما غاديش ندخلوا في الجو هذا. مي سي فري كو لا شونسون مؤثره جدا والكلمات ديالها متاكد ان مشاهدي ومشاهدات شاده في هذه اللحظه كي لا يكون تفكر على شي حد اللي هو كان قريب وغادرنا. وي باسكو كيفاش يمكننا نتعاملوا بحال هذه اللحظات في الفردوس؟ صعيب يعني انك تفقد شخص كتحبو. يعني كيف ما كنقول كيكونوا حياتك الاوقات ديالك كتقضيها معاه بي كيمشي بين ليله ونهار. ف اكيد انها الله يكون في عون اي انسان كي يفقد انسان اخر. ولكن لازم اننا نفوضوا امرنا لله واننا نعاولوا. اكيد نعاولوا بالرحمه. كيف ما كنقول في الأغنية أن هذه الأغنية كنبغي أن كل إنسان فقد أب أم أخت أخ أو ابن أو ف أن هذه الأغنية عزيز. تكون شخص عزيز أنها موجهة لكل إنسان يمكن له يفقد شخص عزيز وأن كندعيو لهم بالرحمة كاملين ونخليهم طاعي الحال دائما ذكرى في قلبنا وفي الذاكرة ديالنا ودائما ترحموا عليهم. نكملوا الحوار ديالنا ودائما على شادة تي في ودائما من خلال برنامجكم طولك بالمغربي. دائما الضيفة ديالنا هي الجميلة والمتألقة وصوت العذب. الصراحة أنا اليوم ندوز حلقة كنظن من فوالا مأثرين بزاف لا بطبيعة الحال العزف ديال سيدي كريم وكذلك الأداء ديال فردوس. نمشيو معكم فاصل ونخليو الفنانة ديالنا ترجع شوية من ما عارفش حتى كي نقول لها مي سوي فريمون ديزولي فردوس فريمون. فاصل ونواصل دائما على شدة ومن خلال برنامجكم طولك بالمغربي. ورجعنا معكم دائما في طولك بالمغربي ودائما رفقة فردوس كريم السلاوي اللي مشرفنا فريمون. غادي نقولها لك بالفرنسيه تيما امبرسيون حبيبي هذه الليله هذه فريمون. نمشي وندخلوا لواحد الشق اللي غادي يكون هو الشق الاخير في البرنامج وكناخذها واحد شويه بحال مسؤوليه على العاتق ديالي وبغيت نهضر عليها. التربيه ديال هذا الجيل الجديد اللي ولينا بزاف ديال الناس كاين اللي كيكون متفق معاه بطبيعه الحال وكاين اللي كيقول لك لا ترابي الله يعلم واش نقصات او لا واش الذوق العام اللي ما بقاش هو ما بقاوش كيقبلوا النصيحه بالنسبه لهم الناس اللي فاتوهم صافي قدام سي بون يفو لي كلاسي وندوزوا لحوايج اخرين. كي كتبان لك الظاهره في الدوس هي بصح ولات ظاهره متداوله وهذا حتى في طريقه الكلام حتى المصطلحات اللي كتستعمل طبعا لانها راجعه لبزاف ديال العوامل منهم يعني العامل الاساسي هو التربيه هو ان لي بارون او الاباء هما اللي مسؤولين على التربيه ديال وليداتهم. وكنظن على انه كيف ما قلت بزاف ديال العوامل اننا كنخليو المسائل السلبيه تدخل لبيوتنا منهم انترنت ان ما كتكونش واحد المراقبه ما كتكونش واحد يعني حتى مع كامل الاسف كل واحد جالسين في طبله وحده ولكن كل واحد شاد مشتتين على شاد طابليت على شاد تليفون على شاد هادشي كله ما كاينش واحد يعني كتدخل الدار خصك تحترم الطقوس ديال المنزل انك تتقيل على برا. الاب خصو يعطي الوقت لوليداتو الام تعطي الوقت لوليداتها وهما المثال الاعلى لوليداتهم. فهذا العامل الاساسي اللي كيخلي هذا الخلل يكون انا في نظري لان التربيه هي اللي كتقدر تبني بها اجيال وانك تربي بها وانك لان كل انسان راه هو كل اب او ام فهي وليداتهم المراه ديالهم. كاين بزاف ديال الناس اللي كيقول لك واحد شويه كذلك غياب الام وكاين بزاف اللي كيكوموندي فورتي لو شابو لا بابون كيقول لك الغياب ديال الام على المنزل وان كنشوفوا انا المراه ولا تبارك الله عليها خدامه كدوز 8 ديال السوايع على برا ديال المنزل ديالها دونك ولاو الوليدات ما بين ايدين لي نونو او المساعدات في البيوت واش تقدر لا نونو تجلس تخرج غيتعلم الفاظ خايبه او غادي يتعلم مسائل ماشي هي هذيك. دونك تنظن ان الاب والام هما اللي عندهم دور بجوج ماشي غير الاب
او الام جوجهم عندهم واحد لان هما اللي كيخلقوا واحد التوازن المحيط العام خدا واحد حتى المجتمع كبير بيان سور والانترنت اليوم عارفين ولكن الا عطينا اون باز يعني واحد الاساس اللي غادي نفسر وغادي نفهم الابن ديالي او الابنه ديال البنت ديالي ها شنو كاين ف العوامل الخارجيه ما غاديش تقدر تطغى عليه لان غيكون واحد المبادئ في الاساس لان حتى تبارك الله لي جينيراسيون ديال دابا اي سون تري زيفيي يعني واش بونس اي طفل فهو كيكون عنده واحد النسبه من الذكاء كيبغي يتعلم تيبغي يكون عنده واحد النسبه للمعرفه حنا تنقول لا مازال صغير ما تيفهمش لا هو غير وليد واحد لا هو غير دونك هذه كلها عوامل كتخلي على انه حتى المدرسه بطبيعه الحال ما بقيناش في التربيه والتعليم كيولينا غير في التعليم وربي عالم بحال التعليم عندنا كيولات والاباء ولينا كنشوفهم بحال صافي بحال دفعوا الاستقاله ديالهم الاطفال ديالهم تيقولوا تغلبوا ولكن يعني كنظن ان حتى هما عندهم واحد النسبه مهمه فلينا قبل الولد ما يمشي للمدرسه الا لقى شي حاجه من المدرسه كنجي كنسمع شي حاجه خصني ديك الساعات ماشي نقولوا حتى من بعد ديك الساعات نمشي نصلح المسائل فحتى هذا خصو يكون يعني نقطة أساسية أن تقول لا وما عنديش الوقت مشي نشوف المديرة أو الميتريس لا خصني نمشي نصلح الإنسان تيخلص فلوس أو تيدي ولدته باش يتعلموا فهو عاطي واحد الكبدة ديالو لواحد الناس فهذه مسؤولية تاع دوك الناس أنهم يربيوهم مزيان وأنهم يعلموهم نخرج واحد شويه من ما كنبغيش ندخل بزاف في حوايج اللي ماشي في حوايج اللي هي معقده اولا ما كنبغيش نخلق جدل اولا باش الناس ما يقولكش لا كي طاكي اولا كيتهجموا على واحد الشريحه من المجتمع اولا هذا الذوق العام وفي الفن مسؤوليه الوالدين كذلك كنشوفوا وليدات تبارك الله اليوم مراهقين عندهم 15 16 سنه كيسمعوا لام كلثوم كيسمعوا اسمهان كيسمعوا الفريد كيسمعوا عبد الحليم كيسمعوا على عكس ما يمكن لنا نتخيلوا في دماغنا واش هذه القضيه هذه كترجع للاباء كاين اللي غادي ترجع للاباء لانها ملي كتكون عايش في واحد العائله اكيد انا دائما الام او الاب او الاخت او الاخ كيسمعوا المجموعه ديال الانفلونس تكون طاغيه اكيد انك تكون عندها واحد النسبه ديال الاهميه في الذوق ديال الجيل القادم هذه كنظن يعني كخبره شخصيه كنت كتسمعي في المنزل ديالكم بزاف كل شيء يعني كنت كنسمع للعائله كانوا كيسمعوا بزاف وديع الصافي أم كلثوم سي حمد البيضاوي إبراهيم العالمي نعيمة سميح الرواد هذه الرواد كذلك الأخ ديالي والأخت ديالي كانوا كيسمعوا ويتني هوستون الخالي كان كيسمع تريسي شابمان دونك سيتي قضية شوية ميلونج ديال كل شيء بيان سور الشعبي يعني حتى في الحفلات كنت كنشوف كيجيبوا مثلا المعلمة اللي كتقوم بداك الابتهال وبداك كذلك اغاني اللي شعبيه واللي عندها واحد الامتي ميساج دائما ما كراش كيف ما بدينا البرنامج ديالنا باغاني مغربيه اللي بقات خالده في الذاكره ديالنا مجموعين ويمكنش اليوم انني ندوز وبلا ما نمروا عليها وفي الكواليس دندنا منها واحد شويه سميره سعيد واللي هي كنعطيها اللقب بتاعت الحال ديال لا ديفا سميره سعيد وي. اللي حصل لي الشرف انني تلقيتها فشاركت في لاكوب كيف كان تعاملك مع انسانه جد بسيطه وفنانه بمعنى الكلمه يعني سواء عندها ذكاء فني عندها يعني خزانه ديال الفنانه سميره بن سعيد راه كبيره و الاغاني تعلمت ليها هي كذلك من اغانيها ألقاني بعد يومين سمعوها بصوتك المشاهدي شاهدة تي في دائما في الطور الكبير المغربي ألقاني بعد يومين سميرة سعيد بصوت فيردوس بسم الله بيتكم غير مقطع مقطع أوكي يشكي من حب جديد يحب
شغلت قلبه أوان. كملوها شوية إلى بغيتي. تبارك الله عليك فردوس، وتحية كبيرة بطبيعة الحال للفنانة ديالنا لا ديفا سميرة سعيد. أغنية اللي كي ماركي توت اون جينيراسيون قاس بزاف ديال الكلاسيك ديال سميرة، الفنانة سميرة. اي بيان سور كيف ما قلت لك اكتشفتها في العائلة، كانوا كيسمعوا ليها، اي بي سيتي من بين الأوائل ديال الأغاني اللي حفظت أم كلثوم وسميرة. وسميرة ندخلوا فريمون الشق الاخير من البرنامج، وصراحه ما سخيتش انا، وكنتمنى ان كذلك مشاهدي ومشاهدات شاده تي في انهم يكونوا كذلك تا عندهم نفس الاحساس. السؤال اللي خصني وانا بدون نطرحه عليك فردوس، انا هو ولينا نشوفوا بزاف ديال الفنانه كيف ما كنقولوا بالدارجه ديالنا كيتعاطوا ما بيناتهم. قول لي نقول فيك جاوبتها، جاوبتني، قال لي واش هذا هو الدور ديال الفنان الحقيقي فردوس؟ مع كامل الأسف هذا الدور، لا هذا ماشي الدور. يعني أنت سألتي واحد السؤال لأن جاوبت عليه، عندي جواب ولكن بغيت نعرف كذلك الرأي ديالك. أنا بالنسبة لي ماشي هو هذا دور الفنان. فوالا جاوبت عليه من قبل، لأن كنظن أن الفنان عنده واحد الرسالة، وهو أن الرسالة أنه المجهود ديالو أو الطاقة اللي عنده أنه يوظفها في واحد المسائل اللي تخدم الفن ديالو، اللي تخدم الفن ديالو، لأنه يصلح نفسه، أنه يزيد القدام. أما باش أنك تعاتب او يعني الغيار في الكلام ما كيزيدش وما كيضيف حتى شي حاجه. السياسه والفن كيتلاقاو؟ يعني انا جاوبتك من الاول، انا داك الشيء كل حاجه بعيد عليها. الا غادي ندير شي حاجه غادي ندير بها فعلا، اما باش غادي نبدا ندخل ليها يعني بقواعدها. تقدروا شي نهار نشوفوا فردوس في السياسه؟ ما نظنش، بعيدة عن السياسة. الله يبعد شر السياسة علينا. وصلنا للاخر ديال الحلقة التقوبية، ما سخيتش بكم مشاهدينا على شادة تي في، ودائما من خلال برنامجكم الطول الكبير المغربي. يمكن نمشيو لواحد الأغنية اللي هي من التراث ديالنا، تراث مغربي ولا مغاربي؟ ماشي مغربي، مغربي مغاربي، كل مغربي مغاربي. اكزاكتومون. انا نبغي غير نشكرك بزاف على هذه الاستضافه وعلى هذا الجو، رغم ما يعني كواليس البرنامج اكيد انه كان صعب. نبغي نقول لكم الجمهور الكريم هو انك جهد كثير وكبير يعني تدار في هذه الامسيه، وكنبغي نشكر الطاقم التقني، كنبغي نشكر كل من وراء هذه الكاميرا اللي شاده ولقطه هذه ليموسيون. كنبغي نشكرك كذلك انك استضفتني وانك خليتيني وسمحتي لي ان الجمهور يكتشفني. وكان لي الشرف انني استضفت فردوس لانه عارف اني شي فان عزيز عليا الاصوات الجميله. وتبارك الله عليك، عندك ما تقولي؟ شكرا شكرا. نتمنى دائما انني نكون خفيفه الظل عليكم. إذا بغيت كيف ما قالت فوالا، شكرا بزاف للطاقم التقني اللي جلود الخفاء اللي مرافقينا في هذه الليله هذه. اي كريم بيان سور. كريم غادي ندير معاه واحد القضيه اللي باسكو قال لي لا انا رونجيرو. شكرا لك بزاف لانهم تعتينا. الله يبارك فيك بوجودك. شكرا الزل اللي عطاك الله بطريقتك الخاصه. نتلاقاو الاحد المقبل دائما في طول الكبير المغربي ودائما على شدة. الزين اللي عطاك الله. مثل ما نلقاه الزين اللي عطاك الله، مثل ما
علاش هاد البطر قولي علاش اجي داويني راني نتسناك زينك هو اللي وخلاني مهول كندر يا سيدي كيفاش نعمل علاش هاد البطر قولي علاش اجي داويني راني نتسناك زيد عليك نموت عدروني يا الخوت سيد عليك نموت عدروني يا الخوت راني نبغيه ونبغي نبقى معاه يجي لعندي ساعات يجيني في كل وقت اجي داويني راني نتسنى وتمحنت كتير راني نبغيه ونبغي نبقى معاه